مشكلة ثالثة بعيشوها المسلمين في العالم سب الرسول عليه الصلاة والسلام من الكفار في الغرب. والآن أنتم كلكم عايشين الأيام دي والناس عايشة على أعصابة. أول حاجة أطمنكم، السب ده ما بيأثر على الرسول عليه الصلاة والسلام، بل يكون سببا في رفعة درجته عليه الصلاة والسلام. وما هو جديد سبه؟ لما كان حي مجنون وكاهن وشاعر وكذاب، قالوا له في وشه. ربنا قال له فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. فصبر ونشر العقيدة. أول يوم ربنا قال له يا أيها المدثر قم فأنذر، ركب جبل الصفا فقال يا صباحا ثلاثا، اجتمع الناس. أول كلمة قال لهم، ما قال لهم الأطر، ما في أطر، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. العقيدة والتوحيد. أبو لهب فهمة قال تبا لك لهذا جمعتنا، أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. فاشتغل توحيد، ما اشتغل بالكلام المشركين، ولا شتائمهم ولا تكذيبهم ولا رميهم له بأنه ساحر وكاهن ومجنون وكذاب. اشتغل التوحيد وحارب الشرك 13 سنة في مكة. هاجر المدينة، دعا للتوحيد، وبيقوا ناس موحدين، كونوا دولة حقت موحدين، فانتصروا رجعوا على المشركين أهل مكة في بدر وفي الأحزاب اللي هي الخندق وفي جميع الغزوات، لأنهم وحدوا الله. مع أنه عددهم كان 300 و313 في بدر، والمشركين كانوا 1000 3 أضعاف المسلمين في العدد والعدد، 3 أضعاف المسلمين. برضو المسلمين انتصروا لأنهم موحدين يا جماعة، لأنهم موحدين. في حرب النكسة سنة 1967 في مصر اجتمعت الجيوش، قال العربية يا ناس اربعوا شعار التوحيد والإسلام، قالوا لا نحن عرب، عرب امشوا يا عرب. واليهود بيغادي في الجيش الثاني بالمقابل، بيقروا في التوراة، معتبرين الحرب دي دين عديل كده. وذيل بعضهم شايلين أغاني أم كلثوم، شايلين الراديو، موبايل كان ما في، يا ليلي ويا عيني شغالين يسمعوا. الجيش العربي بعسين وناصرين وسجم رماد، يا ليلي ويا عيني أم كلثوم، تحية لأم كلثوم، والله درجهم ليك درج بهم أم كلثوم ذات. لما قاموا جارين، لأنه ما رفعوا راية توحيد يا ناس، راية توحيد ولا راية إسلام، ولا راية إسلام. الله يصرك كيف؟ والله قال يا أيها الذين آمنوا، إن ده شرط، إن إذا ما تحقق الشرط الجاي ده بعد إن ده، ما في الوعد، ما في وجواب الشرط، ما في. إن تنصر الله، تنصر الله. زول معلق له حجاب، قال بيرزقني الحجاب ما الله، وبيحميني من العين ومن العارض، وهو أكبر عارض، ومن السلاح، وما معتقد في الله، يكون نصر الله كيف؟ زول ابن جامع بعشرين مليار مثلا، لما جامعكم ده خلاص، مثلا يجي يدفن فيه ابوه الشيخ، شيخ الطريقة، ده نصر الله كيف؟ والله قال إن تنصروا الله ينصركم، ينصركم. ما في لعب، لا تقدر أسلحة نووية ولا كيميائية ولا قنابل ذرية، ما تقدر تغلب الله سبحانه وتعالى. الله قال بس أنصروني، طبقوا العقيدة دي والتوحيد. الله قال أنا بنصركم،